السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم في فيديو جديد. كيما راكم تشوفوا خوتي الجو راه عندنا ما شاء الله يعني سخانه، راح الثلج هذاك مازال شويه في الجبال الفوق يطلع فوق الجبال كيما راكم تشوفوا، مازال شويه تاع ثلج، اللي مازال يحب الثلج ويحوس على الثلج يطلع شويه للجبل برك كاين كل شيء. وانما اليوم راح نحكيوا على هذا ال 406، سقساونا عليها بزاف الناس الخطره الاخرى، سيرتو البارح كي درنا اللايف حكاوني عليها بزاف. كما راكم تشوفوا فيها، المهم اللي طاح هذا كل اخوتي اللي راكم تشوفوا فيه، الشيء هذا كامل راه ملح، هذا راكم تشوفوا منا هذا الشيء كامل اللي راه هنا لتحت راه ملح، الملح هنا سيرتو في لا ريجيون هذه كثروا بزاف الملح، وعندك الملح هنا ماهوش مليح، ماهوش مليح للطوموبيل يرشيها. كاين ثاني حاجه اللي فزدها الملح، شوفوا معايا هنا هاكم تشوفوا هنا الملح واش يدير، هنا راني درت لاكريس اللي هي الخطره الاخرى هنايا، ها هو لاكريس مليح، راني مدير لاكريس هنا ثاني، ها هو كيما راكم تشوفوا كاينين بلايص يحكم فيهم الملح يرشيها، والله غير يرشيها. انا من ذاك كي نغسلها نعاود نعطيها كامل بلاكريس كيما راكم تشوفوا هنا من تحت البلايص هذو كامل بلاكريس، ها هذا راني درتو لاكريس كيما قلت لكم. المهم اخوتي هذه لازم تعقب في الرولو ونعطيها دوك ندير دوك نعطي لكم لوبسيون كيفاش تغسلها من تحت، تغسل الشاسي، يتغسل الشاسي راكم تشوفوا في الطرف هذاك وراها جيس راه هنايا هذاك او تاع الكاج مونتير، ها وراه هذاك راه تكسر لي من الثلج حتى الممكن تدخل بلايص يكون فيه من الثلج، الثلج يكون بزاف، كيكون الثلج بزاف يفروطي الثلج يدخل داخل او تكسر، لازم نعاود نحيه ونعاودو. وشنو الاخر البنوات لازم يتنحاو، هذو البنوات تاع الثلج هاهم، فوالا هذو البنوات تاع الثلج لازم يتنحاو، لازم نقلبو هذو يتخباو لا سيزون الجايه. يعني كيما راكم تشوفوا لي طاطيحه خاوتي، يعني لازمها غسله ومسحه وتتخبى، فوالا هاهم البنوات تاع ثاني لازم يتبدلوا كيما كنت نقول لكم. فوالا وشنو الاخر شوها من داخل، هاهي من داخل كيفاش راه صاير، شوف هاهي الداخل فوالا، هادو كل ولاد، ها الحلوى ها الشيكولا ها الكاطو ها هذا الشيء كامل لازمنا نغسلوها. هادي شنو هذا، هذي هلا بارابلوي كيما راكم تشوفوا، من بعد غادي نحيوها هلا ها هلا ها واش كاين هنا ثاني الولاد، ها شتو الولاد اشرب وكل هلا كيما راكم تشوفوا، زيد واش كاين ثاني من قدام، ها هي اللي طاطحة ثاني من قدام، تبعوا معنا كيفاش راهي هلا ها يعني هذا بربي ان شاء الله كيما راكم تشوفوا هلا كامل شي كامل يتنحى ويتعاود ويتمسح ويتغسل وتتاسبيرا وكل شيء. شوفوا معايا هنا كيفاش راهي لي طاطيحه الحاله تاعها، يعني والله ما خليها انا هكذا، مانيش مرت ما خليها هكذا، انا يصرى لها هكذا غير في لا سيزون تاع الشتاء، لا سيزون تاع الشتاء تيرمو البرد وكل شيء والله غنسمح فيها، ما عندك ما دير لا غالب فوالا هاهي هذا كامل اللي راكم تشوفوا فيه، هذا كون نجيو حنا هنايا هذا كامل راه ملح، ها ها ملح، ها نزيدو نجيو هنايا ها في طراس تاع الملح، ها شش ها ملح وسخ وكلشي، هذا كامل يرشي الطوموبيل، تقعد تخليها هكذا الطوموبيل تروح بها. المهم اخوتي دوك نديوها للرولو، فوالا عندك لي فار هذاك ديجا ولا يدخل له الخماج لداخل، بارابور لهذا هذا نظيف، هذا يخم هذا بدا يدخل له السخ لداخل، لازم نشوفوا راه المشكل تاعو، لازم نشوفوا لها شنو
على بالي راح يكون فيديو شويه طويل، ولكن هلا خاوتي هذه بالك راكم شتونا ثاني الخطره الاخرى خسرنا لها الموتور بالكارشير. هلا راهي مازال ثاني ما شاء الله، يعني يا ولا هاو الملح ثاني واش يدير، كاين بلايص يحكم فيه من الملح شوف فيه قلبهم كما هنا كما هادو. ابارسا انا قايم بها من ناحيه لا ميكانيك وهذوك الحوايج، يعني ما شاء الله ما يخصها والو. حاجه اللي تقول اي راسي نقولها راني هنا. هلا خاوتي كيما راكم تشوفوا، المهم دوك نديوها للرولو، تبعوا معنا الفيديو. المهم دوك نعاودوا نحط لكم فيديو كيفاش كانت، كيما راكم تشوفوا ديجا راكم شايفينها. ها يا خاوتي الكاتسونسي سقساونا عليها بزاف، وراهي وراهي وراهي. اليوم راح نشوفوا الكاتسونسي نديو نغسلوها في الرولو ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. وهكذا خاوتي كيما راكم تشوفوا فيها راهي تنشف. هيا وخلاص يا فوالا خوتي كيما راكم تشوفوا، اعطيونا رايكم دوكا نستناوها احنا شويه تنشف. فوالا تنشف شويه برك باسكو كي تعود تمشي هذوك لي بوان اللي قعدوا يجي فيهم الغبار تولي سي كوم سي ما درت والو. فوالا واش رايكم فيها خوتي دوكا هكذا كي غسلناها الشاسي دوكا راه مغسول دوك تتقرسها، كاينين بلايص ندير لهم شويه تاع كريس وتتخبى. فوالا هلا هذه يا خوتي ضربة، هذه كان نقول لكم وين هذه في سطيف، هذه ضربة هذه دخل فيها واحد بالهربين. هاي عمر راسك ولا غامولي هربين دخل فيها وحده وحده. دوك نشوفوها من تحت، خاوتي الشاسي كيفاه تغسل دركا هكذا كامل مغسول. دوكا هذوك البلايص نزيد نعاود ندير لهم شويه تاع كريس هيا وخلاص، تبقى من بعد من داخل تبقى من بعد ثاني من داخل نعاودو نستيكيوها ثاني من داخل، رانا نزيدو نديرو عليها فيديو ان شاء الله. المهم هلا خوتي كيما راكم تشوفو، اعطيونا رايكم في التعليقات واش رايكم كيفاش كانت وكيفاش ولات. ايوا اخوتي ها كيما راكم تشوفوا انا حطينا فيها من داخل. فوالا انا دوكا تبعوا معنا هاو لاريير دوك هذا كامل نصبيريوه ونزيدو نعاودو نسوفليوها نحيولها كاش غبره. تبعوا معنا فوالا ها القاطر هاي منا كيفاه تاني راهي، يعني كانت في حالها
بربي ان شاء الله دوك نقلبوها كيما يقولوا عروس. تبعوا معنا الفيديو واش نحتاجوا هنايا. نحتاجوا لاسبيراتير هاي هنا، ونحتاجوا السوفليت هذه هاي ثاني. هذه هي كما راكم تاني تشوفوا البنوات هنا، هذو تاع 300 65 هذو تاع الشتاء، هذو تاع الفورغون، هذو تاع 406 تاع الصيف تاع الشتاء هاو راه مركبين كما راكم تشوفوا في ميتك، هذوك تاع الشتاء تاع الثلج، وهذو هنا تاع الصيف. هاو دوك نعاود لازمين نحيهم ونعاود نركبهم، غير نقعدوا برك نحطوا نحيهم. المهم اخوتي تبعوا معنا الفيديو ونتلاقاو من بعد ان شاء الله.